وسنة زين صنعت منا ثوريين صنعت منا ثوريين يأتي هذا التجمع رغم البرد. أمهات وآباء الشهداء وعائلة الشهداء يجتمعون في هذا المكان تحت المطر حتى يصرخوا صرخة للعالم بأنهم بيقولوا بدنا أولادنا، بدهم أولادهم يخرجوا من صقيع الثلاجة إلى دفء وحنان أرضهم. أبناءنا حينما يقتلون بأنهم يقتلون مرتين، مرة حينما يطلق جنود الاحتلال الرصاص على صدور أبنائنا فيسقطوا ويرتقوا شهداء، والقتل الثاني حينما يتم احتجازهم في ثلاجات الاحتلال. فإن عائلات الشهداء في هذا البيان لا تستعطف أحدا ولا تستجدي موقفا ولا تتوسل إسنادا، فتطالب بقوة الحق كل المؤسسات الرسمية والأهلية والإعلامية والنقابية للوقوف معها في معركتها التي لن تتوقف حتى الإفراج عن آخر جثمان شهيد في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام. اولا فعالية اليوم هي للابقاء على هذا على هذه القضية حية وفعالة في الوعي الجماعي للشعب الفلسطيني. اما كيف يمكن ممارسة الضغط على الاحتلال فذلك من خلال توسيع رقعة هذه الفعاليات وتحويل هذه القضية من قضية كأنها تخص عائلات الشهداء انفسهم الى قضية وطنية عامة لا تخص التنظيمات وتخص كل الأطر المنظمة.